كيكونوا يلقى المساحات فرصه باش يوسرى عند لاعب محسن ياجور. ياجور تمسك الكره ياجور شادي عمل كيمرر عند ايوب لاله. هذه فرصه جديده ممتازه وتدخل حارس عبد الرحمن الفلسطيني. اول فرصه واول تهديد لفائده فريق الرجاء. ايوب لاله يسدد وتدخل الحارس عبد الرحمن الفلسطيني اللي كان في المكان المناسب كانت الكره جهه اليسرى. هذه محاوله لفائده فريق الرجاء. ياجور شادي من ياجور لعب الكره ياجور كتلعب المراوغه. محسن ياجور كان بعيد على مرمى الحارس عبد الرحمن الفلسطيني. تتبعه محسن ياجور اللي كان امامه المدافع سوفيا البوتيني اللي تمكن انه يغلق الزاويه. هنا في التسديده والمحاوله ديال ايوب لاله وتدخل الحارس عبد الرحمن الفلسطيني. 13 دقيقه الان عن جدار واستحقاق البطاقه الاولى. تتبعوا الزاويه تلعبت دائريه فرصه تدخل الدفاع دائما الخطوره. سوفيا الرحيمي كان هناك في القبه له خطا على مستوى ابعاد الكره. عبد الرحيم الشاكير كيلعب الكره دائره دي فرصه لاله تسديده. كانت فرصة من أجل تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء. أيوب لاله يسدد يمكن نقول بعد عبد الرحمن الحواسبي الذي استحضر كل إمكانياته التقنية من أجل إبعاد الكرة ولا أصعب لمحاولة كانت سانحة لأجل لاحظوا تسديدة قوية تماما. محاولة كانت خطيرة للفريق الأخضر الذي يبحث عن الهدف الاول. عبد الرحيم الشاكير رفع الكره داخل المعترك وتدخل الحارس عبد الرحمن الحواسي. قلت بانه برسم الجوله 21 بدا الدوري الاحترافي كان كفاز كان فوز ثاني امام الكوكب مراكشي بهدف الى هدف واحد. هذه فرصه لفائده فريق حسن يوم مبتعزه بواسطه تامر صيام والكره كتمشي جانب مرمى الحارس انس بيتي. ابرز فرصه لفائده فريق حسنيه في اكادير. تابعوا التمريره والمتابعه ما كانتش لاحظوا الدقة على مستوى الرأس الأخيرة. أكيد يكون معادلة صعبة في هذه المباراة في الوقت. سوفيا الرحيمي شادي بسوفيا الرحيمي مراوغة ممتازة كيمرر الفرصة. هذه كانت تمريرة ذكية من سوفيا. التدخل ديال محمد عدوي. محمد عدوي اللي حتى الآن يكتفي بالأدوار الدفاعية فيما فرصة والفراد بالحارس. الهدف يضيع. الهدف كان محقق للحسنية. ماذا فعل يعني كان فراد بالحارس. ما عرفش علاش تأخر بهذا الشكل. ما كانش هناك تسلل. غنتابعوا الإعادة الوقت اللي خرجت الكرة. ما كاينش تسلل بشأن رئيس بناني وجه لوجه مع الحارس أنس الزبيتي. رئيس بناني لاحظوا هنا المراوغة. هنا كان خصو يسدد مباشرة للمرمى فانتظر. ولاحظوا العودة الموفقة ديال محمد الحدوي اللي كيبعث يعني هدف أقل ما يقال عنه بأنه كان محققا للحسنية. رئيس بناني ضيع فرصة لا تضيع. التباطؤ ديالو بالتالي العودة ديال محمد الحدوي اللي بعد الكرة للزاوية. أول زاوية لفائدة فريق الحسنية. كان وصل الكرة أمام ياسين رامي كيمرر. هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء. محمود بن حليم تمكنش على وراه. هذه فرصة تسديدة ممتازة. تدخل عبد الرحمن الحواصلي. كانت تسديدة ديال زكريا الوردي. يسدد والحارس عبد الرحمن الحواصلي في المكان المناسب. كتابعوا من جديد هذه المحاولة وهذه الفرصة ديال اللاعب زكريا الوردي. لاحظوا بأنه كل اللي كان من الكرة في الجهة اليمنى. فرصة لفائدة فريق حسنية أكادير. إدريس بناني كيسدد فرصة عند اللاعب بعد يعطي بعده ممتازة. ودائما الفرصة والخطورة. كانت فرصة لفائدة فريق حسنية أكادير خصوصا تسديدة ديال عبد الكريم بعدي بكل قوة وتدخل الحارس أنس أزديتي. من جديد عبد الكريم بعدي من الجهة اليمنى. الإصابة اللي منعته أنه يواصل. هذه فرصة والهدف. هدف الأول لفائدة فريق حسنية أكادير في الوقت اللي كان تم التغيير. هدف أكيد كيسجلو كريم البركاوي وفرحة أكيد ديال جماهير فريق حسنية أكادير بهذا الهدف. الحسنية التي بحثت صراحة في هذه البداية الجولة الثانية عن هدف التقدم وبالتالي كريم البركاوي ينجح في الوصول للهدف الوصول للشباك. إذا 1-0 لفائدة فريق حسنية أكادير. كريم البركاوي دخل خلال الجولة الثانية كينجح في تسجيل الهدف اللي جا في حدود الدقيقة 63. كتابعوا كان خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. هنا التمريرة ممتازة ما كاينش هناك تسلل. كريم البركاوي وضع الكرة في الشباك بعد خروج ديال أنس أزنيتي وبالتالي استغلال لاحظوا الخطأ على مستوى التغطية الدفاعية.
وكريم البركاوي لاعب عنده حس هجومي كيتمكن انه يقتنص هذه المحاوله ويوضع الكره في الشباك. 1-0 للحسنيه هنا بمدينه الدار البيضاء. في الوقت كيطلب من اللاعبين الاحتياطيين او لاعبين ديال فريق الحسنيه اللي كيشكلوا ان الحائط انهم يعطيو الامتار القانونيه. اذا ننتظر تنفيذ هذا الكره الثابته وهذا الخطا لفائده فريق الرجاء. محسن يجور وراء الكره، ثلاثه ديال اللاعبين الان كيشكلوا الحائط انتظار الصافره. محسن يجور غادي يسدد هذه الكره الثابته. يجور والهدف محسن يجور يتمكن من هز الشباك والكره تعانق شباك الحارس عبد الرحمن الحواصلي. طريقه ممتازه باش سدد يعني محسن يجور كره تعانق شباك الحارس عبد الرحمن الحواصلي في الوقت اللي ضربت يعني في احد اللاعبين اللي كيشكل حائط. اعتقد الكل بانه يمكن الكره غادي تخرج كي تضرب في القائم الايمن وتعانق الشباك. وفرحه كبيره لجماهير فريق الرجاء بهدف التعادل ضد الدول. لكن الكره يعني الكره ديال محسن يجور كما كيعرفوا ان الشبكه بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه المتعه ديال كيد ديال هذه الاعاده. ذكر بانه الجوله المقبله الانطلاقه غتكون من يوم السبت المقبل. تابعوا هذه الفرصه الراسيه باش تعطي الكره عند لاعبنا هذه فرصه ودائما الخطوره. محسن يجور تسديده ديال نكا والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. الكاميروني فابريس نكا يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. فابريس الكا يجد الحل ويجد الطريق نحو المرمى ديال الحارس عبد الرحمن الحواصلي وهيستيريا في المدرجات وفرحه كبيره لجماهير فريق الرجاء بهذا الهدف. وبالتالي باتريس كارتيرون ينجح في اخذ المقدمه في هذه المباراه على على حساب فريق قوي صراحه فريق حسنيه اكادير الذي استمرت حتى الدقائق الاخيره. وقلت بانه الطرد والنقص العددي سيكون مكلفا. انا محسن يجور خذ الكره بالصدر كانت تدخل ديال سفيان بوفتيني كيوضع الكره امام الكاميروني فابريس الكاو القادمون من الخلف تسديده قويه تعانق شباك الحارس عبد الرحمن الحواصلي الذي استمعت في ابعاد كل المحاولات. ولكن فابريس الكا ينجح في ايجاد الحل 2-1 لفائده فريق الرجاء بعد محسن يجور. فابريس الكا يتمكن من تسجيل الهدف. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. التمريره كانت ممتازه من ايوب نناح. محسن يجور وفابريس الكا يضع الكره في الشباك. الدقائق الاخيره ستكون اكيد غايه في الاثاره وغايه في التشويق وفرحه كبيره هنا في مدرجات ملعب الابجيكو بمدينه الدار البيضاء بعد تقدم ديال حسنيه اكادير. الان تقدم عاد من جديد. الكره كترجع لفائده فريق حسنيه اكادير في الجهه اليسرى. بعدي عبد الكريم بعدي كينتظر المسانده كيمرر في اتجاه لعيبه كريم البركاوي دي فرصه لفائده فريق حسنيه. تمريره ممتازه وخروج الحارس انس الزديتي في المكان المناسب. تمريره كانت ممتازه من اللاعب كريم البركاوي بخارج الرجل كيمرر. وتامر صيام تابع الكره ولكن لاحظوا التدخل الممتاز في المكان والتوقيت المناسبين للحارس انس الزديتي. محاولة كانت جيدة لفائدة فريق حسنية أكادير في هذه الدقائق الأخيرة من المباراة. احنا كنلعبوا الآن الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. يعني كانت دقائق ضائعة في المباراة. أنس جبرون فابريس الكا في الوقت اللي نهضر الملكانية تمكن من الفوز. فرصة محسن يجور